جابوا صاحبه معزوزي اللي القبض عليه هو تاني. الو وي السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. الو هاي شو مكسور الدواء يا متى جو؟ والله ما سمعت الدواء شو مكسور؟ ولو ما انت تحت امرك داوي عليه ولا عباك غادي نفوت يدير في العمي فات واش درت؟ قبلو بار ما درت جامي درت لا قبلو العمي فات نو جامي درت باسكو ما جينا مولي اللي داروا اللي بعثوهم جامي درت ما عندكش عندك ما عندكش شويه دمك صح كيما العاده نبداو بليزاناليز باش ما يشك في والو. مدام الله يسرك احتياما اخرى خلي لي شوفي ندير انا شوف صح صح بس باسبور هذا اللي تاع عجب هذا اخر الزمان نديها هما اللي وليدو يقول لك مونشاريز بالمصادره بالك مونشاريز تشرب حاجه الطبيب دور على سيريو من الديبي يا درا ما نقدرش نقول لك اللي كاين شي حاجه نقولها لك دبر لي انا ما نعرفك والله ما نعرفك والله ما عندي كونترا معاك ماني باغيها لك ما نقدرش نقول لك قول ملي زانيز مي مي بشوش بخير واش خاص بروسي يقول عادي يشوفهم لا ولا شاء الله تعالي ما انت تهضر تقول لي ما حبيتش نقول لك تبسمت انا بالبلد الدكتور تقول لي ما حبيتش نقول لك ما تمنيش نقول لك مش ما حبيتش نقول لك شو بيجي نقول لك ما لازمش تقول لي شو بيجي نقول لك ما تشرش بالخير واش تخدموا ما بالك خدموا نموت لا لا كيفاش تحط انا بالي بالك واش على بالي زعما على بالي زعما واش راني دابا هاك تحب تقول ما ندير والو انا على بالي ما ندير والو حاجه ما نديرها في حياتي ما تبقاش بينك شنو هضر مليح ما ندير والو انا واش ندير والو واش ندير والو واش ندير والو ما ندير والو واش 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 ندير انا لو كان كما كما لي دار ما نجيكش كاع اه وجي دراع والله ما نقول لك وجي دراع احكم فيك احكم علاش نجي انا ما عنديش سلطه انا ندير تراكم على كيف صاي يا ولد دير رابور انا كنت دير مراك انت دير رابور صاي دير رابور ما باغيش نجي ما راح نسالي كل حد ولا كل جيت قد ديال فيا ترى اسمع لك سلامتي لا ما قلتش انا نجي حوت عليك الدار ما هبطوش كيفاش ما نجيك والله انا ما نجيك عرف الطبيب شوف شوف هذا كبير كبير ربي سبحانه هذا كبير كبير ربي سبحانه شوف شوف كبير ربي سبحانه هذا كبير حاجه ما نعرف حاجه ما نعرفش شو تزوق كبير انا شو نقول لك حاجه كبير ما تجيش تهضر بيدك حاجه كبير حاجه تروى حاجه تروى حاجه تروى انا شو تعاود هذه كلمه تاع سابوكو شو تفهموا شنو تخوني عندك دراري قدي ولا واحد يخدم هنا قدي عندك عندك ولا ما عندكش اللي بغيت ندير فيني انا شنو؟ ندير فيك صح دير فيك انا دير فيك وباس خليني نروح خد فوتيني ابني قاكي دير خليني نروح تخلقنا طلع في سخان على بالك جيت كبير برك دير لك تهضر مريضه تهضر فيها ما سيف غردي دوك تحب نخرج فيه وجيت في الراح قول له في الراح حيت يدور تروح ما في صحه قاعدين وقت تروح استنى استنى انا نحب تغلي يسموش انا ناكل دواء قلت اذا كل كاش اذا كل كاش ندير لها ثلاثه كاش زاد لا تاكل انا ناكل انا بالنسبه لي ما معليش كي قلت لك قلت لي شو ما في قلت لي ما نعطيش معايا الفات واش يدير ما فليح معايا انت وين عبد انت ما فليح معايا انا عبيس يا رجل اسكن انت ما فليح معايا انت ما كبيره ما تهضر ولا صغير انت ما فليح معايا وين عبد يا اخي ما فليح معايا تبي حالك ولا بحالك؟
اسمع. يا اسلام خير روح، السيد فيه زوج مترات الله يبارك. الله يغير يرحيك. الله يسرك يا اخي، ما تهدرش معنا كاع روح. شريتي كسر الكاميرا تاع غدي يا رب. مزيه دخل مع زوزي سينو كان يرحيهم كاع. زهيده غير الدناي ولا حبيتي تروحي في الخد؟ ابا با 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 لو كان ما حبسناش التورناج راح يكسر كاع البيبان والتواقي ومام لي زارموار حاجه ما يخليها. واش نقولوا لك يا خليلي، حالا بالنا باللي طلعنا لك السخانه. حنا نقولوا لك هذه ما كانت غير كاميرا كاشي، وحنا حبينا برك نقلقوك شويه. واش تقول للناس في رمضان ان شاء الله وجاينا رمضان؟ الله يسلمكم ان شاء الله تصوموا بصحه ان شاء الله، ان شاء الله تجي القناه بصحه ومعنا مدينه كايديك ان شاء الله نصوموا كاع بصحه وهنا ونتمنى الشعب الجزائري كاع يصوموا بصحه ان شاء الله. ونقولوا صحه رمضانكم ونتابعونا الحلقه الجايه ان شاء الله مع الضحيه.